الله على حاجه اسمها النيتورك ادرس ترانسليشن او النت. طبعا النت ده موضوع مهم جدا، ومن غيره مش هيكون عندنا انترنت. ايه الفكره بتاعت النت يا جماعه؟ الفكره بتاعت النت لو فاكرين في الفيديوهات اللي في البدايه خالص، لما جينا اتكلمنا على الاي بي ادرس وقلنا ان في منظمه اسمها منظمه الايانا بتدي لك رينج معين من الاي بيهات في كل كلاس، سواء كلاس اي او بي او سي، من حقك الرينج ده تستخدمه في الشبكه الداخليه بتاعتك. يعني في الشبكه الداخليه بتحط اي بيهات، الاي بيهات دي كنا بنقول عليها البرايفت اي بي، بس في حاجه اسمها البابليك اي بي كنا خدنا فكره عنها سريعا، بس النهارده بقى هنتكلم عليها بشيء من التفصيل. اولا ايه هو النت وايه الداعي لوجود النت؟ اول ما تم اختراع الاي بي فيرجن 4، ما كانش في التصور انه هيبقى عدد الاجهزه على مستوى العالم اللي بتدخل على الانترنت بالعدد اللي احنا فيه النهارده. يعني النهارده يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المفروض الجهاز ده اديله اي بي ادرس، المفروض لما الجهاز ده يرتبط بالانترنت المفروض اضمن ان مفيش جهاز على مستوى العالم كله ياخد الاي بي ده. لما تيجي تدي جهاز مثلا 192.168.1.2 مثلا، المفروض ده هيرتبط بالانترنت ويخش على شبكه تانيه وشبكه تالته، المفروض تضمن لي ان مفيش جهاز على مستوى العالم هياخد 192.168.1.2. فطبعا دي ليه؟ لان ساعه ما اخترع اي بي فيرجن 4 زي ما اتفقنا، ما كانش في التصور ان عدد الاي بيهات وعدد اليوزرز على مستوى العالم هيصبحوا بالشكل ده. فاصبح عندنا مشكله ان الاي بيهات على مستوى العالم مش هتكفي. لو كل جهاز اخد اي بي واصبح الاي بي ده يونيك، ما ينفعش حد على مستوى العالم ياخده، طب كده الاي بيهات هتخلص، مش هلاقي عدد البيهات تكفي اليوزرز دول كلهم. فكان ايه الحل؟ الحل كان في حلين، في حل على المستوى قصير المدى وحل طويل الاجل. الحل على المدى القصير اللي هو تم اختراع النت، اللي هو احنا موضوع الفيديو بتاع النهارده ده، قال لك حل بس ايه على المدى القصير كده عشان نحل المشكله دي. ايه هي المشكله يا جماعه عشان نبقى فاهمين؟ المشكله ان الاي بيهات عندنا احنا شغالين اي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 4، المشكله ان الاي بيهات هتخلص. انا عشان ادي كل جهاز اي بي يونيك واضمن ان على مستوى العالم كله محدش ياخد الاي بي ده، الاي بيهات مش هتكفي. فاذا عدد الاي بيهات بتاعه فيرجن 4 مش هتكفي الدنيا دي كلها. طب ايه الحل؟ قال لك هنحل الموضوع ده بحلين، حل على المدى القصير اللي هو موضوع النت اللي احنا هنتكلم عليه، وحل على المدى البعيد اللي هو هيتم اختراع اي بي فيرجن 6. يعني قال لك هنبدا بقى نعمل اي بي فيرجن 6، ده اي بي جديد ونبدا او تكنولوجي جديده ونبدا نشتغل عليه. بس قال لك وعبال ما الناس تبدا او يعني وعبال ما نجهز الاي بي فيرجن 6 والناس تبدا تبقى فاميليار معاه وكده هياخد وقت معانا، فاحنا عايزين وقت يعني نحل الموضوع ده على المدى القصير. فهو ده تم استخدام النت. يبقى تاني يا جماعه، معلش انا بعيد وازيد في الموضوع ده عشان نظرا لاهميته، في مشكله اساسيه عندنا ان عدد الاي بيهات فيرجن 4 مش هتكفي الناس دي كلها اللي على مستوى العالم. انت حاليا في البيت بس بتاعك، انت اللابتوب في اخد اي بي والموبايل اخد اي بي، وحاليا السمارت تي في اخد اي بي. فعشان اضمن ان الاي بيهات او يبقى عندي اي بي يونيك على مستوى العالم كله، عمليه صعبه جدا واستحاله الاي بيهات هتكفي. طب نحل مشكله الاي بيهات دي ازاي؟ عندنا حلين. الحل اللي على المدى البعيد اللي هو نخترع اي بي فيرجن 6 زي ما هنتكلم عليه في فيديوهات بعد كده، ان مش عندناش بقى مشكله في الاي بيهات خالص خالص خالص، يعني عندنا عدد رينج كبير جدا من الاي بيهات. طيب وقبل ما نطور بقى اي بي فيرجن 6 والناس تبدا تتنقل عليه، محتاجين حل على المدى القصير. الحل على المدى القصير اللي هو كان عندنا مين بقى؟ النت اللي احنا هنتكلموا عليه النهارده. الفكره بتاعت النت، بس يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، الفكره بتاعت النت بمنتهى البساطه، بص معايا في المثال ده بتاع الشمال عندك على اليسار، عندنا اجهزه الشبكه بتاعتنا اخدين برايفت اي بي من كلاس اي 10.0.0.1 10.0.0.2، وبالتالي الراوتر بتاعي اخد 10.0.0.5 اللي هو يعتبر جيت واي. طب الناس دي عايزه تطلع على النت ومثلا تكلم سيرفر زي ياهو سيرفر او الفيسبوك او بتاع، ايه اللي هيحصل؟ الفكره العامه عندنا كالاتي، انت الراوتر بتاعك لحد كده دي الشبكه الداخليه بتاعتك، المنطقه دي كده هي الشبكه الداخليه بتاعتك. طيب الراوتر بتاعك عشان يدخل على الانترنت هو بيعمل اتصال مع الاي اس بي، مع الراوتر اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، مزود خدمه الانترنت، شركه الاتصالات اللي في البلد اللي انت موجود فيها. بمجرد ما حضرتك بتعمل كونكشن مع شركه الاتصالات بتاعتك من غير ما انت حضرتك بتشعر، شركه الاتصالات بتدي الانترفيس بتاعتك، وليكن انترفيس مثلا انترفيس 0 على 1 على سبيل المثال، الاي اس بي تلقائي يروح جاي مدي لك اي بي، بيدي لك اي بي بابليك مثلا، على فرض ان هو 40 دوت مثلا 5 دوت 5 مثلا دوت 5. ايه ده يا جماعه؟
ده بابليك اي بي. مين اللي خده؟ الانترفيس بتاعت الراوتر بتاعتي دي خدت الاي بي 40.5.5، ده عباره عن بابليك اي بي. مين اللي ادهولي مره تانية؟ اللي ادهولي الاي اس بي. من غير ما انا اشعر ومن غير ما انا احس، الاي اس بي بتاعي هيعمل شبكه ما بيني وما بينه. الانترفيس بتاعتي اخد 40.0.40.5.5.5، والانترفيس بتاعت الاي اس بي التاني هتكون 40، هتكون 40.5.5.6 مثلا. يبقى ده 40.5، سوري اللي مش واضح، 5.5.5 ده الاي بي بتاعي انا. الانترفيس بتاعتي خدت 40.5.5.5، والانترفيس التانية بتاعت الراوتر التاني خدت 40.5.5.6. الكلام ده بيتم واحنا مش بنحس بيه. يبقى اذا الراوتر بتاعي حاليا اخد الاي بي البابليك. طب انا استفدت من كده ايه؟ ركز معايا. كل اجهزه الاي بي كل اجهزه الشبكه الداخليه بتاعتك ايا كان عددها، لما يحبوا يتواصلوا مع الانترنت كلهم هيتم او هيتواصلوا باي بي واحد بس، اللي هو 40.5.5.5. خلي بالك في قاعده عندنا بتقول لك ايه؟ الانترنت لا يتعامل بالبرايفت اي بي. الانترنت ما بيفهمش غير بابليك، بمعنى ان السيرفر بتاع ياهو ده بابليك اي بي، اللي هو مثلا على سبيل المثال يعني 201.1.1 ده بابليك. فيسبوك مثلا، الفيسبوك بيبقى اخد بابليك، كل واحد اخد بابليك اي بي. الانترنت لا يتعامل مع البرايفت اي بي، امال بيتعامل مع مين؟ مع البابليك. قصه النت، الاختصار بتاع النت كله، الفكره بتاعته ان جميع اجهزه الشبكه الداخليه بتاعتك، لو عندك 1000 جهاز، 2000 جهاز، 10 اجهزه، 15، ايا كان العدد، الناس دي كلها لما يحبوا يطلعوا على الانترنت ويتواصلوا مع الانترنت كلهم هيتواصلوا او هيتم التعامل معاهم باي بي واحد بس، 40.5.5.5 فقط. يعني بمعنى ركز معايا، الجهاز ده اللي هو 10.0.0.1 عايز يخش على ياهو يعمل سيرش على حاجه معينه في ياهو، لما هيجي يطلع هو هيوصل لحد هنا. اول ما يجي عند الراوتر، الراوتر ده هنكون احنا مفعلين عليه موضوع النت، ايه اللي هيحصل بقى؟ ال 10.0.0.1 دي اللي هو السورس، يعتبر السورس اي بي، هيتم تغييره ويبقى السورس اي بي 40.5.5.5. وبالتالي الرساله اللي هتوصل، اللي هيكلم ياهو هو مين؟ هو 40.5.5. وياهو لما هيرد مش هيرد على ده ولا يعرفه، ياهو لما يجي هيرد على مين؟ على 40.5.5.5، يعني هيرد على الراوتر. والراوتر زي ما هناخد بقى هو اللي هيبدا يعمل عمليه توزيع داخلي. تاني، الجهاز ده اللي هو 10.0.0.3 عايز يعرف معلومه برضه من ياهو، لما هو السورس اي بي ادرس 10.0.0.3، بس لما يجي هنا لا، هيتم تغيير السورس اي بي ادرس وهيبقى كام برضو؟ 40.5.5.5. هو ده اللي هيتم التعامل معاه. وبالتالي ياهو او الفيسبوك او بتاع لما هيردوا ما لهمش اي علاقه بالاي بيهات البرايفت بتاعتك، كلهم هيردوا على مين؟ هيردوا على البابليك بتاعك اللي هو 40.5.5.5. دي فكره بتاعت النت. فبالتالي انا قدرت اوفر في الاي بيهات الشبكه بتاعتك ايا كان. يعني تخيل ان عندك 200 جهاز، ال 200 كلهم لما يجي يطلع بابليك واحد بس اللي هو 40.5.5.5، يبقى انا كده قدرت اوفر الايباد. اتمنى يا جماعه تكون واضحه ليه احنا احتاجنا نت. النت الفكره بتاعته ده حل كده، عشان المفروض الاجهزه بتاعتي لما تطلع على النت المفروض اوفر لها ايباد، لا احنا هنديهم بابليك اي بي واحد بس. طيب واحد هيسالني سؤال، البابليك ده انا باخده منين؟ الاي سي بي هو اللي بيديهولي. طيب انا هضمن منين ان واحد في اليابان، في راوتر في اليابان اهو برضه عايز يتصل على النت، وشركه الاتصالات بتاعت اليابان، هضمن منين ان شركه الاتصالات بتاعت اليابان دي ما بتاخدش 40.5.5.5؟ قال لك لا، ما خلي بالك، مع الاي اس بي ده شركه الاتصالات بتشتري من الايانا رينج من البابليك، بيقول له والله انا شركه اتصالات في البلد الفلانيه، ولو سمحت يا ايانا انا عايز اشتري، وبيدفع مبلغ في مقابل الكلام ده طبعا. بياخد رينج من البابليك اي بي، يعني شوف هو عنده كام يوزر بقى في البلد عنده، او بيخدم على كام كاستمرز، يقول انا عايز اديني 20,000 30,000 بابليك. فالايانا هتدي له، تدي للاي اس بي رينج من البابليك اي بي، طبعا مش هتقدر، الايانا مش هتديهم لاي حد تاني. فبالتالي البابليك الموجود، الرينج او البول بتاع البابليك اللي موجود عند الاي اس بي ده يونيك، انا هضمن ان هو مش، ما فيش اي اي اس بي تاني على مستوى العالم عنده نفس الرينج ده. وبالتالي الاي اس بي لما انا اتصل هيديني 40.5.5.5. لو في شركه تانيه او شركه تانيه في نفس البلد لما يحبوا يعملوا اتصال بالاي اس بي هيديهم بقى بابليك مختلف عني، يديهم بابليك تاني 40.5.5، لا يديله 40.5.5.7. اتمنى تكون واضحه. يبقى كده ضمننا ان البابليك اللي انا اخده ده
البابليك اي بي اللي انا باخده ده الاي سي بي هو اللي بيديهوني، وده يونيك على مستوى العالم كله، مش هتلاقي حد اخد نفس البابليك. واحد هيسالني سؤال تاني يقول لي طب البابليك ده بيتغير؟ هقول له خلي بالك البابليك ده بيتغير في كل مره تعمل ريستارت للراوتر، او الكهرباء فصلت وفتحت تاني وعملت كونكشن جديد مع الاي اس بي، الاي بي ده تلقائيا هيتغير، مش هيبقى 40555، الاي اس بي طبعا هيدوني واحد جديد. اتمنى اكون واضح حاجه مع الحته دي مهمه جدا. البابليك اي بي بيتغير مع كل مره الراوتر عمل ريستارت او عمل في كونكشن وقع وبعدين الكونكشن اشتغل تاني، البابليك ده بيتغير. الا لو حضرتك عايز تضمن ان البابليك بتاعك ده ثابت، بتروح تشتريه من الاي اس بي، بتقول له اي اس بي انا عايز اشتري بابليك بيكون ثابت عندي. وده معظم الشركات اللي بيكون الفروع مربوطه ببعض، زي ما هناخد بقى في الفي بي ان والكلام ده كله، ان في حالات معينه كيسز معينه انا عايز اضمن ان البابليك بتاع الانترفيس بتاعي بابليك ثابت، في الحاله دي لازم حضرتك تروح تشتريه من مزود خدمه الانترنت او شركه الاتصالات اللي انت عامل معاها. بس باي ديفولت اللي يعني مثلا في البيت عندك، انت في البيت عندك مجرد ما بتتصل بالنت خلاص انت عليك بابليك اي بي، هيفضل موجود معايا العمر كله؟ لا، لو عملت ريستارت للراوتر مره تانية هتلاقي البابليك اي بي تم تغييره. تعالوا اوريكم كده، انا عايز اوريكم مثال على البابليك اي بي. طب انا اعرف البابليك اي بي بتاعي ازاي؟ تعال نشوف مثلا كده، تعال كده اوريكم، انا عايز اوريكم الجزئيه. الفكرة هتكون كالآتي، في الاستاتيك نت، في الاستاتيك نت أنت بتعمل كالآتي، خلي بالك ركز معايا. لو عندك مثلا 3 أجهزة يبقى لازم تجيب 3 بابليك. لازم تجيب كام بابليك؟ 3 بابليك. يعني مثلا زي ما قلنا، احنا قلنا 40.5.5 مثلا.5. الجهاز ده اللي هو 10، الجهاز ده قلنا 10 دوت 0 دوت 0 دوت 1 دوت 0 دوت 0 دوت 1، والجهاز ده 10 دوت 0 0 دوت 2، والجهاز ده 10 دوت 0 دوت 0 دوت 3. 10 0 0 1 عايز يطلع على الانترنت، هطلعه ب 40 555. طيب ماشي. طيب الجهاز رقم 2 عايز يطلع، يبقى اجيب له ستاتيك تاني، يبقى اجيب يكون عندي 40 دوت 5 دوت 5 دوت 6. يبقى ده لما يحب يطلع ياخد الاي بي ده. طب عندي رقم 3 عايز يطلع، يبقى ياخد نجيب له ستاتيك تاني. يبقى عدد الاجهزه اللي موجوده عندك في الشبكه محتاج بيها بابليك، عندك 10 بي سي او 10 يوزرز يبقى جيب لهم 10 بابليك، عندك 20 يبقى محتاج 20. تمام. طب ما كده واحد هيقول لي الله، طب ما احنا كده ما وفرناش في الاي بي، طب ما انا كده اشتريت 3 بابليك. طب ما كده احنا قلنا الهدف الاساسي من النت ان انا اوفر في الاي بيهات. لا خلي بالك ده عيب. ايه عيب الاستاتيك؟ بعدد الاجهزه اللي عايزه تطلع انترنت بتروح تشتري بابليك، عندك 3 يبقى تجيب 3. طب افرض انا اشتريت 3 بابليك، ماشي، اللي هو 5 و6 و7، الجهاز رقم 4 عايز يطلع على النت، لا ما ينفعش يطلع، لازم تروح تشتري له بابليك. فده كان عيب مين يا جماعه؟ ده عيب الاستاتيك نت، او الخلاصه بتاعته ان بعدد الاجهزه اللي عندك لازم تشتري او يكون موجود متوفر عندك نفس العدد من البابليك اي بي. طيب ده عيب مين؟ الاستاتيك نت. وقلنا عندك 3 عايزين يدخلوا، تجيب 3 بابليك، الجهاز رقم 4 عايز يدخل، لا مش هينفع يدخل. طيب افرض في جهاز فصل النت، يعني الجهاز ده قفل النت او عمل شت داون للجهاز، ينفع الجهاز رقم 4 يدخل مكانه؟ لا ما ينفعش. ده بقى الحل اللي احنا بنقوله ده مع مين بقى؟ مع الدايناميك. يعني فكره الدايناميك ان انت بتبقى عندك بول، هيكون عندك هنا فكره في الدايناميك، هيكون عندك بول من الاي بي، مثلا هيكون عندي من 40 مثلا 40.5.5 مثلا دوت 5 لحد بروح اشتري لحد مثلا 10. يبقى مثلا كده عندك 5، انت شاري 5 بابليك اي بي، عامل بول من الاي بي 5 اي بي هات. طيب الجهاز اول 5 اجهزه، لو عندك 10 اجهزه نفترض عندي 5 اجهزه، خلاص كل واحده يطلع ببابليك، الجهاز الاولاني يطلع ب5، الجهاز الثاني يطلع ب6 7 8 9 10. طب افرض في جهاز رقم 7 عايز يطلع، يعني في 5 اجهزه طلعوا خلاص، خدوا الخمسه بابليك اللي عندي،
عندي خمسة بابليك، فالجهاز الاول خد الاولاني والتاني التالت. المهم خمسة، الخمسة بابليك بتوعي اتاخدوا مع الخمسة الخمس اجهزة اللي موجودة عندنا. طب الجهاز رقم ستة عايز يطلع، ما ينفعش. بس هنا الفرق ما بين الاستاتيك والديناميك، ان مجرد ما جهاز يقفل النت او يقفل البراوزر بس بتاعه، لو هو بيعمل براوزنج، لو فصل البراوزنج بتاعه وفي جهاز رقم ستة حب يدخل هياخد مكانه. اتمنى يا جماعه تكون واضحه الفرق ما بين الاستاتيك نت والديناميك. استاتيك نت عندك ثلاثة بابليك يخدموا ثلاث اجهزه، خلاص على كده. طب الجهاز رقم اربعة عايز يدخل، لا ما يدخلش. طب في جهاز فصل او عمل شت داون، الجهاز رقم اربعة يحاول يدخل، لا مش هينفع يدخل. الديناميك احسن شويه في الموضوع ده، بيبقى عندك رينج معين من الاي بي هيت، عندك مثلا خمسه او سوري سته بابليك مثلا، اول سته اجهزه يدخلوا يلحقوا يدخلوا. طب الجهاز رقم سبعه لا ملوش مكان، بس مجرد ما جهاز من السته اللي عندي يفصل او يعمل شت داون او يقفل البراوزنج، او لو بيعمل داونلود يخلص الداونلود، الجهاز رقم سته عايز يدخل، يدخل وياخد مكانه. فده الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الدايناميك نت، وبرده استخدامه قليل والاستاتيك استخدامه قليل. كل شغلنا على مين بقى يا جماعه؟ على البات. البات اختصار حاجه اسمها البورت ادرس ترانسليت. الفكره بتاعت البات هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، هي البات بقى هي اللي انا اللي هي الموجوده في الرسمه اللي قدامنا، ان كل الاجهزه اللي عندي هحتاج واحد بابليك بس، هتحتاج حضرتك لبابليك واحد بس، وبالتالي كل الاجهزه اللي عندي لما تحب تطلع على الانترنت هتطلع بمين؟ ببابليك واحد بس. العمليه دي بقى اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ اتفقنا اسمها البات. يبقى مره تانية احنا عندنا انواع النت، في عندك ثلاث انواع: الاستاتيك نت بعدد الاجهزه اللي عندك محتاج استاتيك، عندك خمسه يبقى محتاج خمسه بابليك، عندك 10 اجهزه يبقى محتاج 10 بابليك. طيب الجهاز رقم سته عايز يدخل، لا خلاص مش هيعرف يدخل حتى لو حد فصل النت او عمل شت داون الجهاز. الديناميك حاله الموضوع ده شويه، بيبقى عندك رينج معين من الاي بي هات اللي يلحق ياخده، عندك مثلا سته بابليك يبقى معنى كده اول ست اجهزه يدخلوا. طب الجهاز رقم سبعه لا لازم ينتظر حد يقفل البراوزنج او يعمل شت داون للجهاز بتاعه ويدخل مكانه. وقلنا النوعين دول انقرضوا. الشغل الحالي واللي ما زلنا حتى اللحظه دي معتمدين عليه هو موضوع البات. البات ان احنا هنحتاج واحد بس بابليك اي بي، اللي هو زي ما شايفين قدامنا 40555 على سبيل المثال، وجميع الاجهزه اللي عندي ايا كان عددها لما تحب تطلع على النت كلها هتتشاف باي بي واحد بس، اللي هو 40.5.5.5. القصه دي بتعتمد على حاجه اسمها البورت ادرس ترانسليت. ايه الفكره يا جماعه بتاعت البورت ادرس ترانسليت؟ ان الجهاز ده لما يحب يطلع على النت هيروح لحد الراوتر. الراوتر زي ما هناخد هناخد في الفيديو اللي جاي عشان ما نطولش في مده الفيديو لما نيجي نطبق الجزء العملي. الجهاز ده 10.0.0.1 عايز يروح يكلم السيرفر ياهو، لما الباكت هتروح للسويتش، السويتش هيبعتها للراوتر، الراوتر هيقول له انت عايز تروح فين؟ يقول له انا عايز اروح لياهو. ايه اللي هيحصل بقى؟ الفكره يا جماعه كالاتي: الراوتر هيكون عنده هنا حاجه اسمها النت تيبل، نت تيبل، ويروح جاي الراوتر عنده مسجل، الراوتر هيسجل عندي يقول له ايه 10.0.0.1، اقول له كده الجهاز رقم 10.0.0.1 عايز يطلع، ده كده البرايفت اي بي، ويروح جاي مركبه البابليك. البابليك عندي مين؟ يقول له روح مديله البابليك، يقول له انت لما تطلع مالكش دعوه انسى 10.0.0.1، انت هتطلع ب 40.0 سوري دوت 5.5.5. طيب وبعدين هروح مزود له حاجه هنا مهمه جدا اسمها البورت نمبر. بورت نمبر ايه البورت نمبر ده يا جماعه؟ كنا اتكلمنا عليه برده في الفيديوهات اللي في البدايه. البورت نمبر قلنا ان الاوبريتنج سيستم او الانترفيس اللي موجود عندك تقدر تقسمها ل 65535 بورت، وقلنا من بورت رقم واحد لحد بورت 1024 دي بتقال عليها الويل نون بورت، دي مش من حاجة تستخدمها. يعني البراوزنج لو فاكرين كان بياخد البورت 80، الدي ان اس بياخد 53، ولا مش متذكر اعتقد 53. قلنا كل بروتوكول معين بياخد بورت معين من رقم واحد لحد 1024، دي الويل نون بورت. بعد كده كل البورتات اللي بعد كده بورتات راندوم، بورتات وهميه. عندك كام بورت؟ 65000 وكاس اعتقد 65553 او 35 حاجه زي كده. طيب ايه اللي هيحصل؟ الباكت وهي طالعه زي ما اتفقنا لجهاز 10.0.0.1 عايز يروح يكلم ياهو، فالباكت هتروح ماشي لحد الراوتر. لما تيجي تطلع من الراوتر، الراوتر هيسجل عنده حاجه اسمها النت تيبل، هيسجل عنده ان الجهاز اللي البرايفت اي بي بتاعه 10.0.0.1 ده لما يحب يطلع هيديله البابليك 40.5.5.5، بس يروح مطلعه من بورت معين بقى، يروح مطلعه مثلا من بورت 2000 مثلا،
اي بورت بعد 1024 خلاص ويطلع ويروح جاي طالع بقى. ياهو لما يحب يكلم هيكلم مين او يرد على مين؟ هيرد على 40555 اللي هو البابليك، بيتعامل مع البابليك. طيب افرض الجهاز 10.0.0.2 برضه عايز يطلع على النت، عايز يطلع على النت لاي سبب، يروح يكلم حد، هيروح جاي برضه الباكت رايح لحد الراوتر، فالراوتر هيسجل عنده في النت تيبل، هيقول له عندي ان 10.0.0.2 اللي هو البرايفت اي بي اللي هو الجهاز ده 22، لما يحب يطلع هيديله اني بابليك؟ احنا ما عندناش غيره، هيديله نفس البابليك ده، هيطلع 40 برضه 40 555 بس بعد، مش هيطلع بقى من بورت 2000، هيبقى جاي مطلعه من بورت كام؟ 2001، يروح مطلعه من بورت مختلف 2001. طيب وبالتالي لما ياهو يحب يرد بقى هيرد برضه على مين؟ هو ما يفهمش غير 40555. طيب الداتا لما تيجي عند الراوتر، الراوتر هيبدا يقسمها بقى، اه انت جايه لما الداتا لما تيجي كده انت جايه على بورت كام؟ اه 2000، اه 2000 يبقى انت رايح على 10.0.0، نديها 0.0.1. الباكت مثلا ده طلب حاجه من جوجل او من ياهو، لما يجي يرد ده هيرد على مين؟ على 40555. بس هو لما تيجي ترجع، اه هي كانت طالعه عندي من البورت رقم 2001، اه بالتالي مين اللي على 2001؟ 10.0.0.2. راح جامد. اتمنى يا جماعه تكون واضحه القصه بتاعتنا دي. اذا انت عندك كبابليك، عندك بابليك واحد بس هيفضل ثابت عندك في النت تيبل، هو بابليك واحد بس، كل ما يجي جهاز يطلب يسجله عنده. وبعدين الفرق ما بينهم ايه؟ هو القصه كلها عندنا في الحته دي، البورت نمبر هيطلع من بورت مختلف، وبالتالي يبقى كده ما عندناش اي مشاكل. القاعده اللي عايز اقولها ان الانترنت لا يتعامل مع البرايفت اي بي، كل الاجهزه بتاعت الاجهزه الداخليه بتاعتك لما تحب تتواصل على النت هتطلع ببابليك واحد بس اللي هو 40555. اتمنى يا جماعه تكون واضحه الفكره دي. عايز بس اوريك بس عشان ما يحصلش فيه لبس هنا يا جماعه، الجهاز ده اللي هو 10.0.0.1 لما يحب يكلم اللي هو ياهو، السورس اي بي يطلع ايه؟ يعني مثلا الجهاز ده الداتا وهي طالعه من عنده عندك هنا الاتي، يعني الباكت وهي طالعه من الجهاز اللي هو 10.0.0.1 هيكون السورس اي بي 10.0.0.1. طيب الديستنيشن اي بي مين هو الديستنيشن اي بي؟ الديستنيشن اي بي هيكون عندي ياهو اللي هو 200.1.1.1، يبقى ده السورس اي بي وده الديستنيشن اي بي. طيب الباكت دي هتوصل لحد الراوتر وهي بقى طالعه من الراوتر، خلي بالك الباكت دي وهي طالعه من الراوتر مين هيكون السورس اي بي؟ الحين دلوقتي هي طالعه، هي موجوده هنا وهي طالعه، السورس اي بي هيتغير 10.0.0.1، مش هيبقى 10.0.0.1 يعني هنا وهي طالعه من هنا، هيبقى السورس اي بي 40.0.0.5 هو ده السورس اي بي. الديستنيشن اي بي هيكون 200، هيكون 200.0 دوت هيطلع اه 200.1.1.1 200.1.1.1 ده الديستنيشن اي بي. في حته معلش نسيت اقولها، السورس اي بي ده، طيب الديستنيشن اي بي 200.1.1.1، في عندك حاجه اسمها السورس بورت، السورس بورت، وعندك الديستنيشن بورت، الديستنيشن بورت. طيب الديستنيشن بورت لو الجهاز ده بيعمل براوزنج فاكيد الديستنيشن بورت هيكون 80. طب السورس بورت وهي طالعه بتطلع من بورت راندم عشوائي مثلا 2000 او 2001، خلينا نقول 2000، يبقى مره ثانيه الباكت وهي طالعه من الجهاز بيبقى فيها السورس بورت 10.0.0.1، الديستنيشن بورت راح يكلم ياهو 200.1.1.1. طيب السورس بورت والديستنيشن بورت، السورس بورت هيكون اي بورت راندوم بعد 1024 نفترض انه 2000. طب الديستنيشن بورت هو ده راح يعمل براوزنج، طالما عايز يعمل براوزنج يبقى الديستنيشن بورت هيكون 80. الباكت دي لما توصل عند الراوتر توصل كده. طيب وهي طالعه بقى، وهي طالعه اللي هيطلع اللي هيحصل، هيتم تغيير بس السورس اي بي بدل ما هو 10.0.0.1 اللي هو البرايفت هيحل محله مين؟ اه هيحل محله البابليك. يبقى الباكت وهي طالعه من هنا السورس اي بي هيكون 40555، الديستنيشن هيكون 200.1.1.1، السورس اي السورس بورت هيكون 2000 ماشي زي ما هو هيكون 2000. طب الديستنيشن الديستنيشن بورت ثابت 80 لانه راح يعمل براوزنج فهيكون الديستنيشن 80. تمام؟ اتمنى اكون واضحه يا جماعه الحته دي. طيب واحد تاني يقول لي طب الجهاز ده اللي هو 10.0.0.2 عايز يطلع، نفس الكلام السورس اي بي هيكون 10، هيكون 10.0.0.2، الديستنيشن اي بي اه رايح برده لنفس الجهاز، السورس بورت مش 2000 بقى هيكون مثلا 2001، هيكون 2001 لان العمليه دي بتتم بشكل راندوم.
بالتالي لما تيجي توصل هنا برضه الديستنيشن اي بي، سوري الديستنيشن بورت 80 انه بيعمل براوزنج، هتيجي توصل هنا هيروح جاي برضه النت مسجل عنده، يقول له ان اللي زي ما عملنا كده ده قلنا هيقول له 10.0.0.2 هيطلع بنفس السورس اي بي 40.5.5، بدل ما هيكلم برضه 200.1.1.1 بس هنا هيكون التغيير فين؟ في البورت، بدل ما 2000 هيكون مثلا كام؟ 2001، هيكون البورت رقم 2001 زي ما عملنا كده. يبقى البورت هو اللي هيختلف البورت. ممكن واحد هنا يجي يسالني سؤال يقول لي طب افرض طالما العمليه ماشيه راندوم، ان البورت السورس بورت بيتم بشكل راندوم، افرض الجهاز الاولاني طلع بسورس بورت 2000، لان اللي بيحدد السورس بورت هو البي سي، ماشي، فطالع من بورت رقم 2000. طب افرض بالصدفه الجهاز ده لما حب يطلع راح برضه الباكت وهي طالعه برضه من 2000، السورس بورت 2000، وده برضو السورس بورت طالع من 2000، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. الاول ده طالع اخد سورس 2000 فراح ده مسجل عنده ان ده طالع من بورت 2000. افرض ده بالصدفه طالع على 2000، اول ما هتيجي عند الراوتر يجي يسجلها في النت هيلاقي هنا عنده ان في حد طالع من بورت 2000، يروح جاي باعت للراوتر، سوري باع يبعت للجهاز يقول له معلش غير بس انت السورس بتاعك، بدل 2000 خلي ان في حد اخده، خليه لي لو سمحت 2001. يبقى هيروح يغير، يخلي البي سي يغير في السورس بورت بتاعه، يقول له لا ده مستخدم معلش 2000، خليك معلش لو سمحت اشتغل على ايه 2001، يروح جاي مشغل على 2001. يبقى كده ضمننا ان مش هيحصل عندي كونفليكت في البورت نمبر. اتمنى يا جماعه تكون واضحه الموضوع ده. طبعا التطبيق العملي هو المهم، هناخد طبعا الثلاث طرق، الاستاتيك نت ازاي نشغله، الديناميك نت، وهنتكلم برضو على البات. اللي يهمنا طبعا اهم حاجه هو البات، هو مع الاسف حتى اللاب بتاع البات هو بقول لك مطلوب منك في السي سي ان بي، بس انا هوريه لك ان شاء الله، لان الاختلاف بس هيكون عندنا في كلمه واحده بس هنكتب اوفر دوت. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو بتاع النهارده واضح، احنا اتكلمنا بس على الجزء النظري في موضوع النت، تعال استاذنكم نعمل مراجعه سريعه عليه. القصه بتاعت النت ظهرت ان اي جهاز بتاعك لما تم اختراع الاي بي فيرجن 4 ما كانش في التصور ان اجهزه المستخدمين على مستوى العالم هتكون بالمنظر ده. المفروض اضمن ان كل جهاز ياخد اي بي على مستوى العالم كله، ما حدش تاني يشترك معايا في الاي بي ده. طبعا العمليه دي اصبحت صعبه جدا مع التطور وزياده عدد الاجهزه. طب حل الموضوع ده ايه؟ قال لك حل الموضوع ده في حلين، حل على المدى الطويل ان هو هيتم ان شاء الله اختراع اي بي فيرجن 6، يبقى عشان يحل مشكله ان ايه عدم الايبيهات مش هتكفي. الحل الاول طويل المدى ان احنا هنختار الاي بي فيرجن 6 ونشتغل عليه. قال لك بس عقبال ما يتم بقى تطوير الاي بي فيرجن 6 الناس هتشتغل ازاي؟ فتم اختراع النت. الفكره بتاعت النت بمنتهى البساطه ان كل الاجهزه بتاعت الشبكه الداخليه عندي لما تحب تطلع هتطلع ببابليك واحد بس عن طريق البابليك اي بي. طب مين اللي هيديني بابليك اي بي؟ مزود خدمه الانترنت او الاي سي بي اللي في البلد اللي انا فيها هو اللي هيديني البابليك ده، بيدوني بشكل تلقائي. البابليك ده ثابت ولا بيتغير؟ والله الطبيعي انه في كل مره هيحصل كونكشن جديد ما بين الراوتر وما بين الاي سي بي البابليك بيتغير، الا زي ما اتفقنا لو انت حبيت يبقى البابليك بتاعك ثابت بتروح تشتريه من مزود خدمه الانترنت اللي عندك. طيب ده هيحل لي موضوع النت؟ اه طبعا النت هيحل. طب انواع النت ايه؟ اتفقنا ان انواع النت عندي ثلاث انواع، ستاتيك نت، دايناميك نت، والبات. ايه الفكره؟ الاستاتيك نت ان بعدد الاجهزه اللي عندي، عندك 10 اجهزه يبقى تشتري مفروض اشتري 10 بابليك اي بي ليهم. طب الجهاز رقم 11 عايز يطلع؟ لا ما ينفعش، لازم تشتري له. ده كان الاستاتيك نت. وما كانش فيه وفره في الاي بيهات، احنا فين التوفير اللي احنا بنقوله؟ ما وفرناش في حاجه. عندك 10 اجهزه يبقى تجيب 10 استاتيك، فما فيش توفير ولا حاجه. الدايناميك احسن شويه، بيبقى عندك رينج معين بنقول عليه بول، رينج معين من الاي بيهات، مثلا عندي 10 بابليك اي بي. بالتالي اول 10 اجهزه اللي يلحق اول 10 اجهزه يخش على النت يدخلوا. طب في جهاز رقم 11 عايز يدخل؟ لا ما ينفعش، يستنى حد يقفل النت او يقفل البراوزنج او يبطئ يخلص الداونلود اللي هو بيعمله، حب يدخل. يبقى ممكن عدد كبير من الاجهزه يدخل، لا هم حسب البول اللي عندك، عندك 10 بس هم اللي يدخلوا. فبرضه الى حد ما ما فيهوش وفره في الاي بي. البات هو افضل انواع النت، هو موضوع البات. يكفيني 1 بابليك اي بي، يكفي ان شاء الله لو عندك 1000 او 2000 جهاز في الشبكه الداخليه كلهم هيطلعوا ب 1 بابليك اي بي. اللاب العملي هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي، هنبدا نتكلم على واحد واحد فيهم بالتفصيل ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون واضح بتاع النهارده. لو عندكم اي استفسارات يا ريت تراسلوني على رقم الواتساب اللي موجود على في اسفل الفيديو.
او الايميل موجود زي ما شايفين. ويا ريت تتابعونا على قناتين، احنا لينا قناتين يا جماعه عشان الفيديوهات بتترفع على قناتين، قناه فري فور ارب وقناه ميجا بروفيشنال تريننج، حتى ده اللوجو بتاعه بيبقى موجود. فلو حد عنده كومنتات عايز يعلق لي على الفيديوهات يا ريت يعلق لي على النت. كنا اتكلمنا على النت بشكل سريع كده، استاذكم نراجع مع بعض. النت فكرته كالاتي، قلنا وقت اختراع الاي بي فيرجن 4 ما كانش في التصور ان يكون عدد اجهزه اليوزر على مستوى العالم بالضخامه الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا. فاصبح عندنا المفروض ان كل جهاز عندك على مستوى العالم ياخد يونيك اي بي ادرس، مفيش حد تاني على مستوى العالم ياخد الاي بي ده. طبعا عمليه صعبه جدا، ومع تطور التكنولوجي اصبح عدد اليوزرز على مستوى العالم كبير جدا، فالاي بي هات مش هتكفي. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ قال لك في حل على المدى الطويل الاجل وحل على المدى القصير. الحل على المدى القصير اللي هو اختراع النت. الفكره الاساسيه في النت ان احنا نوفر في الاي بي هات. الحل اللي كان على المدى الطويل اللي هو التطوير او اختراع الاي بي فيرجن 6، وده لسه هنفرد له اكتر من محاضره نتكلم عليه بالتفصيل. الخلاصه يا جماعه ان النت الهدف من النت هو عمليه توفير في عدد الاي بي هات، بمعنى ان اجهزه الشبكه الداخليه بتاعتك بتاخد اي بي هات بنقول عليها برايفت اي بي، والانترنت لا يتعامل مع البرايفت اي بي، الانترنت بيتعامل فقط مع البابليك اي بي. فالنت فكرته ان الاجهزه الداخليه بتاعتك لما تحب تطلع على الانترنت هيطلع باي بي واحد. طيب النت زي ما شفنا الفيديو اللي فات، يا ريت استاذنكم اللي ما شافش الفيديو ضروري انه يشوفه عشان يقدر يتابع احنا بنقول ايه في الفيديو ده. النت عندنا ثلاث انواع من النت، الستاتيك نت والديناميك نت والبيت. الستاتيك نت الفكره بتاعته ان انت بعدد الاجهزه الداخليه عندك بتحتاج بنفس العدد بابليك، يعني لو عندك 10 اجهزه يبقى محتاج 10 بابليك، كل جهاز برايفت محتاج عشان يطلع على الانترنت ياخد اي بي بابليك اي بي. ولو في عندك الجهاز رقم 11 حب يطلع مش هيعرف يطلع خلاص، ومفيش وفر في الايبيهات ولا حاجه. ده الاستاتيك. الديناميك الفكره بتاعه في نوع من المرونه اكتر شويه، بيبقى عندي رينج من البابليك اي بي او رينج او بنقول عليه بول من البابليك اي بي. نفترض ان انا مشتري 10 بابليك اي بي، اول 10 اجهزه في الشبكه الداخليه عندي هم اللي يلحقوا يطلعوا. الجهاز رقم 11 حب يطلع لا مش هيعرف يطلع، لازم ينتظر حد يقفل البراوزنج او يقفل الداونلود او يعمل حتى شوت داون للجهاز، بالتالي يبدا يشتغل مكانه ويخش على النت. البيت لا مش بنحتاج القصه دي خالص، انا كل اللي بحتاجه يكون عندي 1 بابليك اي بي، وجميع اجهزه الشبكه الداخليه بتاعتي ايا كان عددها هيطلعوا على الانترنت ب 1 بابليك اي بي، وده اللي اكثر استخداما والوضع الحالي اللي احنا شغالين عليه هو البيت. فالفيديو بتاع النهارده تعالى نطبق اللاب العملي بتاعنا. انا عايز نبدا بالاستاتيك نت، تعالوا ركزوا معايا بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البيت تريسر، الشبكه اللي على اليسار دي اللي هي لونها اصفر دي شبكه الشبكه عاديه، شبكه البيت او شبكه الشغل. عندك شبكه 192.168.0، الشبكه الاجهزه دي اخده برايفت اي بي. الشبكه اللي على الاقصى اليسار اللي باللون اللبني ده او اللون السماوي ده المفروض ان هو الانترنت، ده المفروض اللي هو الانترنت. على سبيل المثال الجهاز اللي فوق ده السيرفر بتاع ياهو، والجهاز اللي تحت السيرفر بتاع جوجل. بس طبعا المفروض ياهو او جوجل مش هياخدوا الاي بيهات دي، والمفروض بياخدوا بابليك اي بي. انا فقط للسهوله فقط مش اكتر، انا مختار اي بيهات 12 و14. بس في الوضع الحقيقي في البيئه العمليه لا طبعا، دول بياخدوا بابليك، هتلاقي مثلا ده اخد 80 دوت 70 دوت 50 حاجه زي كده يعني. المهم دول باكد مره ثانيه ان اللي انا عامله بس لاغراض السهوله، انما الطبيعي ان السيرفر ده مثلا بتاع ياهو بياخد بابليك اي بي، ده مش بابليك اي بي ولا حاجه، وده المفروض السيرفر بتاع جوجل ياخد برده بابليك اي بي. طيب انا كل سيطرتي على الراوتر بتاعي، هو ده الراوتر بتاعي اللي انا سيطرتي عليه، بعمل كونكشن مع شركه الاي اس بي بتاعي، شركه الاتصالات اللي انا عامل معاها اشتراك انترنت. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان مجرد ما حضرتك بتعمل كونكشن بيتم انشاء شبكه من بابليك اي بي. الاي اس بي بتاعي بيديني من غير ما بحس بيديني كده بابليك اي بي. طبعا برضو انا باكد 10.0.0.1 و10.0.0 دول مش بابليك، بس انا حاططهم هنا للسهوله مش اكتر. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايزين نطبق او نفعل الاستاتيك نت على الراوتر بتاعنا. طيب عشان اللاب بتاعنا يشتغل المفروض دول الانترنت او الرواتر اللي موجود على الانترنت المفروض دول يشوفوا بعض، يعني المفروض هم يكونوا عاملين راوتنج ما بينهم، سواء بقى شغالين اس بي اف بي جي بي، المهم هم يتصرفوا ويكون اللي هم عاملين راوتنج فيما بينهم. انا الحقيقه في اللاب ده مش عامل اي حاجه خالص، كل اللي انا عامله ان انا بس موزع اي بي هات على الانترفيسز زي ما شايفين قدامك. تعال نشوف كده، لو جيت هنا حتى على الراوتر ده تقول له دو شو اي بي راوت
ما شايف غير الشبكات اللي كونكتد معاه، شبكة 13 و14. نفس الشيء على ده، لو قلت له دو شو اي بي راوت، هلاقي شايف الشبكات اللي كونكتد معاه 10 و11 و13، شايف 10 و11 و13. نفس الشيء هتلاقي الراوتر اللي فوق. اذا عشان اللاب بس بتاعنا يشتغل، انا هفترض ده الانترنت، لازم نعمل راوتنج هنا. طيب تعالوا سريعا نطبق او نعمل راوتنج عليهم. انا هستخدم او سي بي اف، وكويس نراجع مع بعض عليه. حاجه اقول له كده راوتر او سي بي اف 1، وهبدا اقول له نتورك. الناس بقى لو فاكرين، هبدا اعلن، هعلن عن الشبكات بتاعتي، هعلن عن شبكه 13 و14. الشبكه 13 0 0 0 بالوايلد كارد بتاعها، يعني هيكون 0.255.255.255، ما تنساش اريا 0. وهعلن عن الشبكه الثانيه اللي هي 14، يبقى اعلنت عن شبكه 13 14 اللي هي دي. خلاص دو دبليو ار. هروح على الراوتر ده، هفعل برضو عليه التان. نبدا بالراوتر اللي فوق الاول، هفعل عليه برضو الاو اس بي اف، هقول له راوتر او اس بي اف 1، وهبدا اعلن عن الشبكات. هعلن عن شبكه 12 و11، 11.0.0.0 بالوايلد كارد بتاعها 0.255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 .
فوق خالص دي 12 تمام، وبحفظ بدو دبليو ار. الراوتر اللي في النص هحاول له برضو هنا راوتر اس بي اف 1، هبدأ أعلن عن شبكة 10 دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو بالوالد كارد 0 دوت 255 255 255 اريا 0، وعندي شبكة كام؟ 10 وأعتقد 11 و13 11 و13 11 وكمان 13. ايوه بدأوا يشوفوا بعض تمام 13 تمام. سوري ليه انفين كومبليت كوماند اريا 0، انا مسحت امر سوري اريا 0. تعال اتاكد دو شو اي بي راوت المفروض انتظر بس عليه انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ انتظر بس عليه شويه. ايوه تمام كده شايف 10 و11 و12 شايف الدنيا كلها. طيب تعالى نشوف الناس اللي هناك دي ده اخباره ايه. شو اي بي راوت تمام شايف كله 10 و11 و12 تمام، واللي فوق خالص برضو شو اي بي راوت ايه سوري فين يا عم، كان زماني كتبتها احسن. تمام شايف الدنيا كلها. طيب الدنيا حلوه كده كده النت المفروض الناس دي كلها شايفها بعض. طيب انا مالي بالكلام ده، انا شغل على الراوتر بتاعي ليا سيطره فقط على الراوتر بتاعي دور، المفروض انا ولا بعمل كونفيجريشن ولا ليا سيطره عليهم. طيب انا عشان اطبق بقى موضوع النت ايه اللي هيحصل يا جماعه، المفروض تتم على خطوتين. الخطوه الاولانيه ان زي حتى هتلاقي الدي اس ال مودم اللي عند حضرتك في البيت باي ديفولت متفعل عليه حاجتين، باي ديفولت متفعل عليه الديفولت راوت لو فاكرينه كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، ومتفعل عليه النت. تاني الدي اس ال مودم اللي موجود عند حضرتك في البيت باي ديفولت متفعل عليه حاجتين، متفعل عليه الديفولت راوت ومتفعل عليه النت او البيت بمعنى ادق. طيب انا عايز اشغل كده اوريكم ازاي نفعل الاستاتيك نت. عشان اعمل الكلام ده لازم اعمل حاجتين، الاول لازم اطبق ديفولت راوت. ديفولت راوت برضو نراجع مع بعض عليه الفكره بتاعته، حلو ان اي حد عايز يطلع ارميه على الانترفيس فاست 0 على 1، وهي طبعا هيبقى ترميه على الراوتر اللي هناك. تعالى نعملها حاجه اقول له كده اي بي راوت. انا بشغل دلوقتي يا جماعه لسه ما بداتش في النت، انا كل ده هشغل بس الديفولت راوت، هقول له اي بي راوت 0.0.0.0، اقول له اي جهاز او اي شبكه باي ماسك روح ارميها على الانترفيس الخارجيه بتاعتي اللي هي فاست 0 على 1. تمام تعالى نحفظه بدو دبليو ار. تعالى نتاكد لو قلت له شو اي بي راوت المفروض الاقي فيه ستاتيك شغال. تمام اس ايه معناها ان فيه ستاتيك شغال، يبقى خلي بالك ده الراوتر بتاعي اللي انا ليا سيطره عليه، فعلت فيه الديفولت راوت. طيب هنا في سؤال دلوقتي، لو الجهاز ده حاليا حب يتواصل مع اي حد على الانترنت ياهو اللي فوق ده هيقدر يشوفه؟ تعال نشوف بالعقل كده، مش انت فعلت الديفولت راوت؟ طيب الديفولت راوت بيقول له اي حد عايز يطلع ارميه هنا، طب هيجي هنا. يعني الجهاز ده لو عمل بينج على 12.0.0.2 ايه اللي هيحصل؟ الباكت هتيجي كده، انت قايل له اعمل ديفولت راوت، فالديفولت راوت هيروح رميه هنا. طيب بعد ما يرميه هنا يقول له انا عايز اروح شبكه 12، ده يعرف شبكه 12 فهيروح موصله. بس لما يجي يرجع خلي بالك، لما يجي يرجع مش هيرجع ليه؟ ده لما يجي يرد هيرد على 192،
طيب الباكيت هتيجي لحد الراوتر هنا يقول له انا عايز اروح شبكه 192، بس الراوتر ده حاليا ما يعرفش اي حاجه عن شبكه 192، فهيعمل دروب للباكيت. تعال نتاكد كده من الكلام ده، تعال نتاكد من كلامي. لا انا هاجي هنا اقول له لو سمحت اعمل لي هنا بينج على، اعمل لي بينج على 12.0.0.2 اللي فوق خالص. طبعا استحاله يشوفه، استحاله. ليه؟ زي ما قلنا هو على فكره عشان تبقوا فاهمين، بس هو هيقدر يروح بس مش هيقدر يرجع. هوريكم بس الكلام ده بشكل افضل. تعال ننتظر. المفروض الطبيعي انه ما يشوفوش، على الرغم ان انا عامل ديفولت راوت، بس برضه ديفولت راوت مش كافي، المفروض ما يشوفوش. تمام كده مش شايفه. تعالى اكد لك المعلومه دي. انا لو جيت هنا قلت له ابعت لي مسج من الجهاز ده للجهاز اللي فوق خالص. تعالى نتتبع الباكت هتروح فين وتيجي منين. هاجي هنا كده واقول له فرجني كده وريني. هتيجي عند الراوتر، الراوتر عامل ديفولت فهيوصلها، وده هيقول له عايز يروح شبكه 12، عنده معلومات عن شبكه 12 فهيوصل. تعالى نشوف كده. بسم الله يلا. تمام هيجي عند الراوتر ده بيبص فيها رايحه شبكه كام، بتقول له انا رايحه شبكه 12، فالراوتنج تيبل عنده معلومات عن شبكه 12 فهيوصلها. المشكله في الرجوع. تمام هتوصل لهناك. تعال بقى نشوف وهي راجعه هتترفض. تمام وصلت بالسلامه للسيرفر. تمام ياهو لما هيجي يرد بص كده هتوصل لحد هنا، هيتقول له انا عايز اروح شبكه 192. ده ما يعرفش شبكه 192، هيرفض الباكت ويعمل لها دروب. اتمنى تكون فهمتوا ليه هي راحت فعلا بس ما قدرتش ترجع، لان الراوتر ده حاليا ما يعرفش اي معلومات عن شبكه 192. طب الحل، الحل ان احنا لازم بقى نشغل النت. طب هشغل النت ازاي يا عم الحاج؟ تعالى نشوف بقى. انا هشغل ايه؟ الاستاتيك نت. برضو باكد الاستاتيك نت المفروض بما ان انا عندي 1 بابليك اي بي، انا عندي اي بي بابليك اللي هو 10.0.0.1، المفروض هو جهاز واحد اللي هيطلع. انا عايز اطلع الجهاز اللي فوق اللي هو 192.168.1.2. بصوا ركزوا معايا، الكونفيجريشن هتكون هنا. حاجه اقول له ايه كده؟ حاجه اقول له كده اي بي نت، حاجه اقول له كده. هنطلع بس باكزيت الاول. اينا كونفيج تي، حاجه اقول له كده. المفروض اقول له اي بي نت، حاجه اقول له كده اي بي نت انسايت، اي بي نت انسايت سورس. بقول له السورس اللي عايز يطلع، وادي له الاي بي البرايفت. لازم اقول له اي بي نت انسايد سورس، لازم اقول له ستاتيك. انا شغال ستاتيك، وبعدين ادي له الاي بي البرايفت اللي عايز يطلع، اقول له طلع لي 192.168.1.2، هو ده اللي عايز يطلع. واقول له لما الجهاز ده يحب يطلع، بس انا هبص على السطر عشان نشوف السطر مع بعض تاني. انا بقول له كده اي بي نت انسايت، بقول له اي بي نت اللي عندي الشبكه الداخليه بتاعتي السورس بتاعها انا شغال ستاتيك، وادي له الاي بي البرايفت اللي عايز يطلع. انا عايز اطلع الجهاز ده 192.168.1.2، واقول له حضرتك والله ده لما يحب يطلع ادي له البابليك. يطلع منين؟ اقول له طلعه من البابليك ده اللي هو 10.0.0.1 10.0.0.1، انتر. بعدين لازم اجي اقول له انترفيس فاست 0 على 0 اللي هي الانترفيس الداخليه بتاعتي. الانترفيس فاست 0 على 0 دي هقول له دي اي بي نت انسايد، هي دي النت الانسايد بتاعتي. خلي بالك الانترفيس دي هي الانسايد والانترفيس دي هي الاوتسايد. هقول له اي بي نت انسايد، واجي اقول له انترفيس فاست 0 على 1 0 على 1 اللي هي دي، واروح جاي اقول له اي بي نت اوتسايد. يبقى تاني انا جيت، بصوا ركزوا معايا، انا قلت له ايه الامر اللي انا كتبته؟ قلت له اي بي نت انسايد، انسايد سورس، السورس بتاعي انا شغال ستاتيك، مين الاي بي البرايفت اللي عايزه يطلع؟ قلت له هو ده 192.1.2، ولما يطلع تخليه يطلع بالبابليك اللي هو 10.0.0.1. انا كده شغلت مين؟ انا شغلت النت. تعال نحفظ بدو دبليو ار. تعال نتاكد بقى كده. المفروض ان كده ده لما يعمل بينج يعمل ليه؟ لان ده لما هيرد مش هيرد بقى على 192، هيرد على مين؟ على 10.0.0.1، فالمفروض انه عنده معلومات عنها. تعال نتاكد. المفروض انه يعمل بنج بشكل طبيعي. تعال كده بسم الله. تمام عمل بنج بشكل طبيعي، الله ينور. يبقى احنا كده فعلنا الاستاتيك نت. يلا طب والراجل ده عايز يطلع؟ لا مش هيطلع. ليه؟ انت عندك كام بابليك؟ انا عندي بابليك واحد بس 10.0.0.1، فبالتالي هو ده اللي يطلع.
وانا قايل له ان الاي بي ده هو اللي لما يطلع يطلع بعد. طب افرض انا عندي اربعه بابليك يعني 10.0.0.1 و10.0.0.2، والا افرض عندي اربعه بابليك يبقى هتعيد السطر ده بس اهو، يبقى هتعيد نفس الكونفيجريشن اللي انا عاملها، بس بعد ما تكتب السطر ده تقول له 192.168.1.3 اللي هو ده لما يطلع يطلع ب10.0.0.2، وتقول له 192.168.1.4 لما يطلع يطلع ب10.0.0.4. ده لو عندك اربعه برايفت يطلعوا باربعه بابليك، ونفس الكونفيجريشن دي تكون موجوده معانا. ده كده يا جماعه انا كده فعلت مين؟ انا كده فعلت موضوع الاستاتيك نت. اتمنى يكون الفيديو واضح، يا ريت لو تطبقوا اللاب العملي ده. الفيديو اللي جاي هنطبق بقى النوعين التانيين، هنطبق الديناميك نت وهنطبق البيت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو في عندكم اي ملاحظات او اي كومنت يا ريت ترسلونا على رقم الواتساب، وتتابعونا في قناتين، القناه الرسميه بتاعتنا اللي هي قناه ميجا بروفيشنال تريننج، وطبعا مع بالاضافه لقناه فري فور عرب. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، سلام. على موضوع النتورك ادرس ترانسليشن او اللي هو النت، في الفيديوهات اللي فاتت كنا اتكلمنا على النت بشكل عام كده، وقلنا النت الهدف منه عمليه توفير في الاي بي، وقلنا ان في عندنا حاجه اسمها البرايفت اي بي والبابليك اي بي. برايفت اي بي اللي هي الاي بيهات اللي من حقك تستخدمها في الشبكه الداخليه بتاعتك، وقلنا الانترنت لا يتعامل مع البرايفت اي بي وانما بيتعامل مع البابليك اي بي. طب انا بجيب الابليك بجيب البابليك اي بي ده منين؟ قلنا الاي اس بي او مزود خدمه الانترنت هو اللي بيدي لك البابليك اي بي. طيب النت كان ليه انواع، في الاستاتيك نت والديناميك نت والبات. الفرق الجوهري او الاساسي ما بينهم ان الاستاتيك نت بعدد البرايفت اي بي او بعدد الاجهزه اللي في الشبكه الداخليه هتحتاج بنفس العدد بابليك اي بي. بمعنى لو عندك 10 اجهزه داخليه في الشبكه يبقى محتاج حضرتك تشتري 10 بابليك من الاي اس بي بتاعك. الجهاز رقم 11 او 12 عايز يطلع مش هيعرف يطلع، لان لازم خلاص حددت كل الاي بي البرايفت كذا ياخد البابليك كذا، الاي بي البرايفت كذا ياخد البابليك كذا. الديناميك نت كان فيها نوع من المرونه اكتر، بيبقى عندي بول او رينج معين من البابليك اي بي بحصل عليه من الاي اس بي، وبعدين يعني نفترض ان خدت 10 بابليك، بالتالي اول جهاز هيطلع ياخد اول بابليك، الجهاز الثاني عايز يطلع ياخد الثاني الثالث لحد ما ال 10 يخلصوا. طب الجهاز رقم 11 او 12 عايز يطلع لازم ينتظر حد يفصل النت، بالتالي هو هيدخل مكانه. وقلنا الاستاتيك والديناميك استخدمتهم شبه منقرضه ما عدا بعض السبيشال كيسز كده، كيسز بسيطه جدا اللي بنحتاج فيها الاستاتيك نت. البات هو الواقع العملي اللي احنا شغالين بيه حاليا، ان يكفيني 1 بابليك اي بي انه يشغل الشبكه الداخليه بالكامل. لو حبت تطلع ايا كان عدد الاجهزه بتاعتها هتطلع كلها ب 1 بابليك اي بي. في الفيديو الاخير احنا كنا شفنا اللاب العملي بتاع الاستاتيك نت وطبقناه. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم فيهم على الاثنين، على الديناميك وعلى البات. هو الفرق ما بينهم نفس الكونفيجريشن، هتختلف معانا كلمه واحده فقط. فاستاذنكم انا هبدا اعمل الكونفيجريشن دلوقتي بتاعت الديناميك نت. ويا ريت يا جماعه اللي ما شافش الفيديو بتاع الفيديو اللي فات رجاء يشوفه عشان يقدر يتابع احنا بنعمل ايه بالظبط. انا هبدا اروح افعل دلوقتي الديناميك نت، فهرجع على الباكت تريسر. ده برضو نفس الشبكه اللي احنا اشتغلنا عليها المره اللي فاتت، وقلنا ان الجزء اللي على اليسار دي شبكه داخليه او شبكه اخده 192.168.1.0، والاجهزه دي اخده معانا برايفت اي بي. المفروض الشبكه اللي على اليمين دي المفروض هي دي الانترنت، والسيرفر اللي فوق ده بنفترض ان هو ياهو، واللي تحت بنفترض ان هو جوجل. بس قلنا في الحقيقه هم مش هياخدوا 12.0.0.2 ولا 14، المفروض هم بياخدوا بابليك اي بي، بس احنا الاغراض السهوله عاملين مدينهم 12 و14. والمفروض ان انا ماليش سيطره على الرواتر اللي على اليسار دي، سوري اللي على اليمين، ان دي المفروض الانترنت. وطبعا المفروض عشان اللاب بتاعنا يشتغل هم يكونوا شايفين بعض، فاحنا مقومينهم بالاو اس بي اف عشان يشتغلوا مع بعض. تعال نتاكد كده حاجه، اقول له هنا كونفيج تي، واقول له كده دو شو اي اي بي راوت، دو شو اي بي راوت. تمام، هم فعلا انا شغال بالاو اس بي اف، والاجهزه اللي على اليمين دي كلها او سوري الشبكات الراوتر اللي على اليمين دول شايفين بعض ومليش سيطره عليهم. انا كل شغلي عارفين في الراوتر بتاعي، انا زي ما شفنا قبل كده وقلنا ان انا مجرد ما بعمل كونكشن مع الاي اس بي او مزود خدمه الانترنت هو بيديني بابليك اي بي، بس طبعا مش بيكون 10 و10.0.0 ولا حاجه، لا احنا قلنا بس الاغراض السهوله بنستخدم 10، بس في الواقع العملي دول بيكونوا بابليك اي بي.
طيب في الاستاتيك قلنا بيبقى جهاز واحد بس، لو انت عندك وان بابليك يبقى جهاز واحد اللي هيدخل. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نديله بقى رينج. انا عندي رينج اشتريته من الاي اس بي، اشتريت مثلا 4 بابليك 10001 واشتريت 10002 و10003 وعندي 10004. نفترض ان انا عندي 4 بابليك اي بي، على فرض ان انا عندي 4 بابليك، فعايز اول جهاز يطلع يعمل ريكوست عشان يخرج على النت هياخد 10001، الجهاز التاني ده لو عايز يطلع على النت هياخد 10002، ده ياخد 10003 وهكذا. تمام، فده الكونفيجريشن اللي احنا عايزين نعملها. تعال نخش على الراوتر. الراوتر تعال نشوف بس دو شو اي براوت. انا مش عامل فيه اي سيتنجز، يعني انا كل اللي عامله بس مديله اي بي للانترفيس، مش شايف اي حاجه الحقيقه. عشان نعمل الدايناميك نت هتتم والبيت برضو هتتم معانا على خطوتين. الخطوه الاولى لازم ننشئ اكسس ليست، لو فاكرين احنا في الدروس بتاعت او الفيديوهات بتاعت الاكسس ليست خدناها، لازم هنشئ اكسس ليست ونشوف. تعال نشوف كده هعمل ايه. حاجه في الراوتر بس لازم قبل كل ده لازم افعل، لو فاكرين هفعل الديفولت راوت زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. الديفولت راوت ان احول له اي جهاز عايز يطلع روح ارميه على الانترفيس الخارجيه بتاعتي اللي هي فاست زير ار، ده ضروري لازم تفعل الدايناميك راوت. هقول له كده اي بي راوت، هقول له كده 0.0.0.0 يعني اي شبكه باي ماسك لما تحب تخرج طلعها من فاست زيرو على 1. ده كده انا فعلت الدايناميك راوت. طيب هبدا اشغل الدايناميك راوت، سوري الدايناميك نت. حاجه اقول له كده لازم هنشي اكسس ليست، لو فاكرين هنشي اكسس ليست 1 من نوع ستاندرد. حاجه بقول له كده اكسس ليست 1، هقول له بيرميت اسمح للشبكه بالكامل. طالما هتكلم شبكه بقول له 192.168.1.0 بالوايلد كارد بتاعها، يعني المفروض اقول له 0.0.0.255. يبقى ده اول سطر عندي، انشات اكسس ليست من نوعيه الستاندرد سمحت فيها بخروج الشبكه بالكامل. تقول اكسس ليست 1 بيرميت 192.168.1.0 شبكه بالوايلد كارد بتاعها. الخطوه الثانيه ان انا انشئ البول بقى، اجي اقول له اي بي نت بول، هقول له والله انا عندي بول ادي له اي اسم يعجبك، انا هسميه مثلا اي اي، قلت له اي بي نت بول اي اي، اعمل لي بول كده وتدي له الرينج بتاع البابليك. انا المفروض الرينج بتاع البابليك اي بي عندي من 10001 لحد 10004، بحاول كده اي بي نت بول البول بتاعي اسمه اي اي والبابليك اي بي بتاعي اللي هو مثلا 10.0.0.1 لحد 10.0.0.4 لان انا عندي 4 بابليك. وتكتب له كده بعد ما تدي له الرينج بتاعه تكتب كده كلمه نت ماسك، واجي اقول له ايه سوري في سبيس، هكتب كده كلمه نت ماسك وتدي له الماسك بتاعه 255.255.255.0. طبعا انا البابليك ده بجيبه منين؟ من الاي اس بي بتاعي هو اللي بيديه لي. انتر. تمام، يبقى انا تاني انا عملت ايه؟ انا انشات اكسس ليست من نوع ستاندرد، قلت له اكسس ليست 1 اسمح للشبكه بالكامل تطلع. بعد كده قلت له اي بي نت بول، انا البول بتاعتي بتاعت الديناميك عندي اديتها اي اسم اي اي وبتبدا من اي بي كذا لاي بي كذا، رينج الاي بيهات البابليك بتاعتك، نت ماسك كلمه نت ماسك كده وتدي له الماسك بتاعها. فاضل اقول له ايه بقى؟ حاجه كده اقول له اي بي نت، اي بي نت انسايد سورس. السورس بتاع النت هيجيبه منين؟ او من ليست 1، ليست 1 اللي هي بنفس رقم الاكسس ليست اللي احنا عملنا. لو كنت شغال هنا 2 يبقى هتقول له 2، لو تعمل 3 يبقى هتقول له 3، وتقول له والله هو البول اللي انا كنت شغال بيها اسمها اي اي. طبعا لازم تلتزم بنفس الاسم، سميت هنا اي اي يبقى تلتزم بنفس الاسم هنا. انتر. خلاص بقى الخطوات التقليديه، هاجي اقول له انترفيس فاست 0 على 0، هقول له دي اي بي نت هي دي الانسايت، هي دي الشبكه الداخليه بتاعتي او النت الانسايت بتاعتي، واطلع واقول له انترفيس فاست 0 على 1، واحول له كده اي بي نت دي الاوت سايد. خلاص كده تمام، تعال نحفظ بدو دبليو ار وتعالى كده ان شاء الله المفروض الدنيا تشتغل معانا طبيعي، يعني المفروض الجهاز ده يعمل بينج، المفروض كلهم يعملوا بينج. تعالى نتاكد كده، يعمل لنا بينج على 12.0.0.2. تعالى نشوف كده ليه ريكوست، ليه حاجه مش مظبوطه. تعالى ننتظر بس كده،
طيب ده ما بيعملش بينج. طب وده يعمل لنا بينج على 12.0.0.2. حاجة مش مظبوطة ليه احنا؟ طيب احنا اعتقد عملنا الديفولت راوت، فعلنا الديفولت راوت. طيب تعالى نتأكد كده، نشوف الراوتر ده ال IP هيت 192.168.1.1. دو شو اي بي راوت، دو شو اي بي راوت. بالفعل عاملين استاد، عاملين ديفولت راوت. طيب المفروض كده يشتغل بشكل طبيعي. تعال نجرب تاني 12.0.0.2. طيب تعال نتأكد كده الاي بي، شايف محتاج اغير في الاي بي، خليه ده 20، ايوه اشتغل اهو، اشتغل. مش عارف كم مشكلة في الاي بي، المفروض ده كمان يشتغل. خليه 50 والجيت واي مش حاجة خالص، الاي بي عادي خالص كده، المفروض ده يشتغل معانا 12.0.0.2. المفروض يشوفه، يلا استاذ. المفروض الجهاز اللي تحت ده كمان يشتغل برضه. هو ده اخد اي بي كام؟ 200، خليه 100، 192.168.100. المفروض ده يشتغل برضه، ما عندناش مشاكل. اشمعنى اول واحد اشتغل؟ انا اقول له اعمل بينج على 12.0.0.2. بينجينج، يلا حبيبي، والله تمام شغال اهو. امال ليه الجهاز اللي في النص ده كده غبي كده؟ الدنيا حلوة. اعمل بينج عم كده، اعتقد الدنيا خلي جدع. تعال نغير الاي بي، مش عارف ايه مشكلته في الاي بي. 200 200، اشتغل بقى بسم الله. الله تمام اهو اشتغل. مش عارف كانت ايه مشكلته بالظبط يعني، بس ادي الفكره ان خلاص كل الاجهزه بتاعتي اشتغلت، وكلهم بالفعل قادرين يتواصلوا مع الانترنت. ده كده انا فعلت ايه يا جماعه؟ تعال نراجع على الكونفيجريشن. انا كده في الكونفيجريشن جيت قلت له الاتي، تعال بس نرجع كده نشوف الكونفيجريشن اللي انا عملتها. اول حاجه قلت له اكسس ليست 1، وقلت له بيرميت اسمح للشبكه. انشات بول، قلت له اي بي نت بول، سميت البول اي اي، واديته رينج البابليك اي بي من 10.0.0.1 ل 10.0.0.4، وقلت له نت ماسك، وكتبت له الماسك العادي. بعد كده قلت له الاي بي نت انسايد سورس، السورس بتاع النت هي ليست 1 بنفس رقم الاكسس ليست، وقلت له اسم البول اي اي. وجيت قلت له انترفيس فاست 0 على 0، هي دي الانسايد، والانترفيس الثاني هي الاوتسايد. اتمنى يا جماعه تكون واضحه القصه اللي انا عملتها، انا عملت ايه بالظبط. طيب انا عايز افعل بقى، عايزين نفعل البات. قلنا البات الفكره بتاعته انه بيعتمد على البورت نمبر، هي نفس الكونفيجريشن بدون اي تغيير هنعمله. الحركه بس التغيير الاخير ان هاجي في السطر ده، هاجي في السطر ده ايوه، بعد ما اقول له اي بي نت انسايد سورس ليست 1 بول اي اي، هزود بس كده. كل اللي انا هعمله هروح جاي مزود وقايل له اوفرلود. تعال بس اعملها لكم بشكل افضل، اعملها لكم بشكل افضل. انا هلغي، معلش عشان في حد كان سالني ازاي بتعمل الاي بي اد، بندي الاي بي ادرس للراوتر. حد كان امبارح اتواصل معايا على الواتساب، فاستاذنكم معلش عشان ما يزعلش مننا، هوريه الحته دي سريعا. انا هلغي الراوتر ده واعمل القصه دي من جديد على الراوتر. حاجه الغي هنا، هوصله بكابل، معلش عشان هو طلبها مني، فانا قلت له وعدته ان انا هوريها له ازاي. انا هدخل على الانترفيسز دي وعشان اظبطها، 0 على 0 هديها الاي بي ده، و0 على 1 هديها 10.0.0.1. انا خلاص مش محتاج بابليك، انا هشتغل بالبات. البات فيكفيني 1 بابليك اي بي. تعالى كده نخش بسرعه حاجه كده، اقول له ان اينا كونفكتي، وهقول له انترفيس فاست 0 على 0 الداخليه، اقول له نو شت داون، ونديها اي بي ادرس 1 اي بي
الادريس هديله 192.168.1.1 والماسك الطبيعي 255.255.255.0 وهطلع باكزت واخش على الانترفيس الثانيه فاست 0 على 1 وهديها برضو نو شت داون. ونديها اي بي ادرس هيكون كام؟ الاي بي ادرس بتاعها 10.0.1 10.0.0.1 والماسك الطبيعي بتاعها 255.0.0.0. تمام، هبدا بقى اشغل اللي احنا عملناه. هبدا اعمل كالاتي: هفعل الديفولت راوت، بعدين ننشئ بقى موضوع النت بتاعنا. الديفولت راوت حاجه اقول كده اي بي راوت 0.0.0.0 بماسك 0.0.0.0 ارميه، اي حد عايز يخرج طلعه على فاست 0 على 1. تعالى اتاكد بدو شو اي بي راوت المفروض الاقي اس ستار. تمام، هنبدا بقى ننشئ الاكسس ليست. نفس الخطوات يا جماعه، اكسس ليست 1 حاجه اقول له كده بيرميت اسمح للشبكه 192.168.1.0 بالوايلد كارد بتاعها يعني 0.0.0.255. خلاص انا سمحت للشبكه. هبدا انشئ بقى البول بتاعنا، حاجه اقول له كده اي بي نت بول ونديها اسم، هديها نفس الاسم اي اي. طيب وبعدين كنا احنا في الدايناميك كنا بنديله رينج، بقول له 10.0.0.1 لحد 10.0.0.4. طب هنا هتقول له ايه؟ انا ما عنديش غير بابليك واحد، هقول له 10.0.0.1 لحد 10.0.0.1. هي هي خلاص، تدي له نفس الاي بي لان انا ما عنديش، هو بيقول لك الرينج بتاعك ايه، فانا عندي الرينج بتاعي هو 1 بابليك، فقلت له من 10.0.0.1 لحد 10.0.0.1 مفيش جديد. واكتب برده نت نت ماسك ونديله 255 دوت، عشان بس الناس تشوف معانا 255.0.0.255 هنديله كده 255.255.255.0. وبعدين هنيجي السطر الاخير حاجه كده اقول له اي بي نت اي بي نت انسايد سورس ليست 1، الليست اللي احنا عاملينها ليست سوري ليست 1، واقول له اللي البول بتاعها كان اسمه اي اي. بس الجديد هنا ما تنساش لازم اكتب كلمه اوفرلود. بس لو ما كتبتش اوفرلود لا يبقى كده اكنك واحد بس اللي هيشتغل، لازم اكتب كلمه اوفرلود. وبعد كده اجي اقول له انترفيس فاست 0 على 0 واقول له دي اي بي نت هي الانسايد اي بي نت انسايد، واجي على الانترفيس الثانيه انترفيس فاست 0 على 1 واقول له هي دي الاي بي نت دي الاوت سايد. تعالى نحفظ كده بدو دبليو ار وتعالى بسم الله كده المفروض نجرب وتشتغل معانا الدنيا بشكل طبيعي. تعالى كده بسم الله هنيجي على الجهاز ده هنقول له اعمل لي بينج على 12.0.0.2. بسم الله المفروض انه يشتغل. لا ما تدينيش ريكوست بقى، ريكوست ليه؟ ايوه اشتغل اهو. تمام، التاني الجهاز التاني المفروض برضو انه يشتغل بشكل طبيعي اهو، اعمل لنا بينج على 12.0.0.2. تمام اهو الاثنين اشتغلوا، الاثنين اشتغلوا بنفس البابليك اي بي، والمفروض حتى تلاقي الجهاز الثالث حتى لو عندك 100 جهاز او 1000 جهاز المفروض ان كلهم يشتغلوا بشكل طبيعي. يبقى اذا ده كده فعلنا من خلال البورت. بقى هتقولي طب هم بيطلعوا ازاي وبيفرق ازاي؟ من الفيديو قبل اللي فات اتكلمنا على موضوع البورتات. يبقى كده يا جماعه احنا فعلنا الدايناميك نت، شفنا الكونفجريشن بتاعته، فعلنا كمان البات. البات على فكره مش مطالب بيه في المنهج الجديد، المنهج الجديد تم تاجيل موضوع البات في السي سي ان بي، بس انا حبيت اوريه لكم لان الفرق بس هي غيرنا كلمه اوفرلود. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتوا من الفيديو. احنا كده خلصنا موضوع النتورك ادرس ترانسليشن، شفنا الفكره بتاعته، شفنا اللاب العملي، يعني خدنا اللاب العملي بتاع سواء الاستاتيك او سواء الديناميك او سواء البات. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عندكم اي كومنتس او اي ملاحظات يا ريت ترسلونا يا اما على رقم الواتساب، ويا ريت تتابعونا يا اما على قناه 3 4 Arab او قناه ميجا بروفيشنال تريننج. دي القناه الرسميه، دي اللي الفيديوهات بتنزل عليها الاول. ساعات الجماعه في 3 4 Arab بيتاخروا شويه في رفع الفيديوهات. ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.